ناخد بعض كلمات قالها السيد المسيح. قال من متى 5:21: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. بسم الأب والابن. أما أنا فأقول لكم، هذه العبارة تدل على سلطان السيد المسيح في التشريع، في أنه يضع شريعة، وطبعا ده يدل على لاهوته، لأن لا شريعة ربنا ما يقدرش حد يتصرف فيها إلا هو. قال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. السيد المسيح لم يغير هذه الشريعة، لأن قال ما جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. أما أنا فأقول، معناها أما أنا فسأشرح لكم تفسير كلمة لا تقتل، لأن هم عارفين أن موسى النبي قال في الوصايا العشر، قال لهم ربنا بيقول لا تقتل. المسيح ما قالش طب اقتل، لم يغير الشريعة، إنما بيفسر، لأنهم مش فاهمين الحكاية دي، فاكرين إن كلمة لا تقتل يعني واحد يموت واحد يفقد حياته يخلص عليه. لكن المسيح قال لهم لا، فيه تفاصيل معينة لازم تعرفوها. في قتل مثلا زي الإجهاض، واحدة بتقتل الجنين الذي في بطنها، هو ده قتل، ويشترك معها طبيب مثلا أو زوج مش عايز عيال يرغمها على قتل الولد، فيبقى جريمة قتل، هي قامت بيها واشترك معها طبيب أو قريب. الانتحار هو قتل برضه، إنسان بيقتل نفسه فاسمها جريمة قتل برضه. لكن بالإضافة لكل ده في تفاسير أخرى، يعني فيه القتل الجزئي، يعني مش قتل كله، زي إنسان بيمشي في التدخين أو المخدرات أو السكر بيقتل نفسه قتلا جزئيا، صحيح ما بيموتش على طول لكن بيمشي في السكة بتاعت الموت، فبرضه يبقى دي داخلة في كلمة لا تقتل. في قتل معنوي زي واحد يضيع سمعة إنسان بيقتله معنويا، أو واحد يحطم شخصية واحد بيقتله معنويا، أب يخلي ابنه لا يعرف أن يتصرف إطلاقا إلا بإذن منه فبيقتل شخصيته، مش عارف يفكر، مش عارف يتصرف، وساعات أب اعترف كده، ابنه ما يعرفش يتصرف في كل صغيرة وكبيرة، يقول له أعمل إيه، عايز يمشيه بالريموت كنترول، طبعا دي ما تحصلش، اسمه بيقتله، بيقتل شخصيته، بيقتل معنوياته. أو في قتل بطريقة سلبية، يعني إنسان يكون في خطر ويطلب المعونة فلا تعينه، بعدم إغاثتك له تكون ساعدت على قتله. فالذي لا يغيث إنسان ممكن يموت بيبقى بيشترك في قتله، يعني مثلا يكون واحد صاحب عمل وبيدي الموظف اللي عنده أجر لا يمكن يكفيه، ما يقدرش ياكل منه عيش، يبقى بيساعد على قتله، ده بيقتله.
صحيح لمسك سكين ولا مسدس لكن بيقتله بعدم الإغاثة. في قتل بالمسؤولية، يعني واحد يمتلك سيارة عربية والسواق يدوس واحد يموته فيبقى هو مسؤول وشريك في المسؤولية عن القتل، ودي جت في العهد القديم في مثل الثور النطاح، واحد عنده ثور نطاح لم يقيده وسابه فموت واحد فيعتبر شريك في المسؤولية لأن هو صاحب الثور النطاح ولم يقيده. أو قتل غير مقصود زي شركة تكون عاملة حفرة بير ولا حاجة لمصلحة عملية هندسية وما تغطيهوش كويس أو تغطيه بورقة محدش ياخد باله منها ويجي واحد ينزل يموت، أهو قتل غير مقصود، لكن أهو قتله بس. أو واحد يبيع بوتاجاز منفس شوية وبعدين ممكن يتسرب منه الغاز ويموت، اسمه برضو اشترط في جريمة قتل. في قتل للأعصاب، واحد يقتل أعصاب واحد تاني يضغط عليه ينفذه لما يحطم أعصابه بيقتل أعصابه، وضروري القتل يعني يقتله بالسكين، ما ممكن. وفي قتل الروح عن طريق العثرات والإغراءات بيقتل الروح، أو عن طريق البدع والهرطقات، وهو البدع والهرطقات بتقتل إيمان الواحد وبالتالي يبقى داخل في جريمة القتل، أو الحرمان الظالم الذي يصدر من درجات الكهنوت أيا كانت، حرمان ظالم يبقى بيقتله بيقتله روحيا ومعنويا، أو إهمال الرعاية لأن في حزقيال 3 وفي حزقيال 33 فقرة مكررة هي عن إهمال الرعاية دي وعدم القيام بالتعليم والإنذار، يقول يموت في خطيته ومن يدك أطلب دمه، ومن يدك إيه؟ أطلب دمه. والنقطة دي بيقولوها في طقس رسامة البطريرك الجديد، يحطوا له عصا الرعاية على المذبح ويقولوا له تسلم عصا الرعاية من يد ربنا يسوع المسيح الذي ائتمنك على رعيته ومن يدك يطلب دمه. إذن لابد يعمل كل ما يستطيع عشان يفلت من حكاية ومن يدك يطلب دمه. كذلك التربية الخاطئة في البيت، التربية الخاطئة في البيت أو القدوة السيئة في البيت ممكن تؤدي إلى ضياع الروحيات، ويبقى كأننا بنقتل روحياته. فما نفتكرش كلمة قتل كلمة محصورة في معناها الضيق، لما السيد المسيح بيقول أما أنا فأقول لكم، يعني أنا بقول لكم التفاصيل، التفاصيل بتاعت هذه الخطية، مش بقول لكم عكس الكلام بتاع العهد القديم. أما أنا فأقول لكم إن من يغضب على أخيه باطلا
يكون مستوجب الحكم. يبقى هنا لم يمنع الغضب بصفة قاطعة أو مطلقة، إنما من يغضب باطلا. في الترجمات الإنجليزية بتبقى بدون سبب باطلا، يعني بدون سبب يستوجب الغضب. يعني هنشرح. فالغضب ليس كله غضبا باطلا، فيه غضب مقدس. ربنا نفسه تبارك اسمه غضب، غضب على العالم لما أهلكه بالطوفان، غضب على سادوم لما أحرقها بالنار، غضب على قورح وداسان وأبيرام لما سمح إن الأرض تفتح فاها وتبتلعهم، غضب وعاقب. وفي آيات كثيرة عن غضب ربنا، نلاقي السيد المسيح غضب لما وجد الهيكل دنسه الناس وقال لهم بيت أبي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص، وقلب موائد الصيارفة وطرد الباعة، يعني غضب. لكنه كان غضبا مقدسا. وغضب لما على الكتبة والفريسيين المرائين، لما قال لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، كل ده غضب مقدس لأنه من أجل الله ومن أجل وصيته. بطرس الرسول غضب على حناني وسفيرة وعاقبهما. بولس الرسول غضب على خاطئ كورنثوس في كورنثوس الأولى إصحاح 5 وعاقبه. وبولس أيضا لما زار أثينا ووجد المدينة مملوءة أصنام، الكتاب يقول احتدت روحه فيه إذ وجد المدينة مملوءة أصناما، غضب مقدس. موسى النبي غضب لما وجد الشعب بيعبد العجل الذهبي ومسك لوحي الشريعة وكسرهم على الأرض، ومسك العجل الذهبي ده وطحن حوله إلى فتات إلى ذرات. بينما موسى ده قيل عنه في سفر العدد 12:3 وكان الرجل موسى حليما جدا، حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. لكن جه وقت غضب غضبا مقدسا. نحميا غضب لما وجد أن الأغنياء بيدوا الفقراء قرض بالربا، زعل جدا وبكتهم. إذن في نوع من أنواع الغضب المقدس الذي يكون لأجل الله، لأجل العقيدة والإيمان، يبقى ده غضب مقدس. وبعض الآباء تعرضوا للموضوع ده وقالوا ربنا وضع فينا القوة الغضبية لا لكي نغضب على الآخرين، إنما لكي نغضب على الخطية ولكي نغضب على الشيطان ولكي نغضب على أنفسنا إذا سقطنا في الخطية. ده الغضب المقدس. أما الغضب الباطل فهو لأسباب شخصية وليس لأجل الله، زي إنسان يغضب لأجل كرامته، لأجل حقوقه، لأجل أمور مادية، لأجل أمور تافهة.
أو يغضب غضب باطل لما يكون غضب بدون تحقيق، غضب إيه؟ بدون تحقيق، زي رجل مراته توفيت واتجوز واحدة تانية بقت مرات أب للعيال اللي من الزوجة الأولى، فيخش البيت تقول له مش العيال عملوا وعملوا وعملوا وخربوا البيت في كذا، يمسك العيال ويسلخهم سلخ، ده متسرع في غضبه بدون تحقيق. اوعى تفتكر انك كل مرة بتغضب بيبقى غضب مقدس، دي اول نقطة في الغضب الباطل. تاني نقطة، هناك فرق بين الغضب والنرفزة. جايز الغضب يكون شعور داخل القلب بأنه غير موافق، غير مستريح، لا يقبل هذا الوضع، لكن النرفزة جاي من النيرفز، النيرفز يعني الأعصاب، فاللي بيتنرفز يعني أعصابه ابتدت تتعب. وطبعا غضب الله المقدس ما فيهوش نرفزة، لأن الله روح وما فيش نرفز، ما فيش أعصاب. فنفرق بين الغضب والنرفزة. ربنا في غضب يقول لك غضب الله معلن من السماء على كل فجور الناس. لكن غضب ربنا يتميز بثلاث حاجات. أول حاجة إنه غضب مقدس، ليس من أجل أمور عالمية أو أمور فانية. ثانيا إن الله بطيء الغضب، وكلمة بطيء الغضب وجدت كثيرا في الكتاب المقدس، يعني ما يغضبش بسرعة، بطيء الغضب. وثالث حاجة إن ربنا غضبه لا يدوم إلى الأبد، يعني يغضب شوية وبعدين يرجع. أما من جهة الغضب الإنساني فأقول لكم شوية آيات بسيطة، واحدة منهم من رسالة يعقوب الرسول يقول ليكن كل إنسان مسرعا إلى الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. غضب الإنسان لا يصنع بر الله، اللي هو الغضب اللي بطريقة إنسانية مش بطريقة مقدسة. وفي سفر الجامعة يقول لا تسرع بروحك إلى الغضب، لأن الغضب يستقر في حضن الجهال. وفي سفر الأمثال يقول الرجل الغضوب كثير المعاصي، وهنشرح كثير المعاصي. أبونا يعقوب أبو الآباء يعني لما جه يدي البركة لأولاده قبل موته انتقد ابنيه شمعون ولاوي، وقال ملعون غضبهما، ملعون، ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاسي. وفي سفر الأمثال يقول لا تستصحب غضوبا ومع صاحب سخط لا تجيء. عيسو غضب على أخوه يعقوب وأراد أن يقتله، وأبشالوم غضب على أخيه إمنون وقتله. فهو ده الغضب الوحش والغضب الباطل والجاه. بقي أن أقول لكم إن خطية الغضب خطية مركبة. يعني مركبة؟
يعني مركبة من عدة خطايا. هقول لكم تقريبا لو سمحتم حوالي على الأقل 20 خطية من خطايا الغضب، عدوهم لو حبيت. يعني أول حاجة إن خطية الغضب خطية مكشوفة ومعثرة، مكشوفة ومعثرة، يعني في إنسان له خطايا بالفكر بالقلب ما هياش باينة، لكن خطية الغضب مكشوفة. واحد متنرفز، مش ماسك أعصابه، مش ماسك في بعضه، طريقة معثرة، وبخاصة لو كان رجل من رجال الكهنوت وغدر بتبقى مصيبة. لذلك في الشروط اللي جت في تيموساوس الأولى وفي تيتوس بيقول لا يكن غضوبا، لا يكن ايه؟ غضوبا. لأن إذا كان واحد سلطانه الكهنوتي أعطاله سلطة على الآخرين وكان غضوب، ممكن في الغضب يضيعهم. لازم يكون طويل البال، ما يغضبش بسرعة، وإن كان ممكن يتصرف تصرفا حاسما وحازما ولو بشيء من الصبر، لكن مش بالنرفزة. في خطية الغضب أيضا يدل على أن الغضوب لم يغفر لغيره، لأنه لو غفر له ما كانش يغضب عليه. فخطية الغضب فيها ثورة وانتقام، بينتقم لنفسه فبيغضب. ما تجيش تقول غضبت وبس، في شعور بالانتقام وعدم المغفرة، يبقى غضب وانتقام وعدم مغفرة أدت إلى النرفزة وأدت إلى العثرة. هذه حوالي 4 في 6. خطية الغضب والنرفزة فيها أيضا قساوة قلب. الشخص اللي بيتنرفز وبيشخط وبينطر وبيتشال وبيتهبد قلبه قاسي من جوه، لأن اللي قلبه حنين ما يعملش كده. ففي خطية الغضب فيها ايه؟ قساوة قلب. ولذلك داود النبي لما غضب من نبال الكرملي قال يفعل الله بي ويزيد، ان كنت لا اترك له بائلا بحائط هيخلص عليه. لا يترك له بائلا بحائط يعني ولا كلب صغير حتى جرب بيتبول على حيطه. وخرج وهيروح يموت الراجل واللي معاه لولا جت ابي جايل وهدأت غضبه. خطية الغضب ايضا يوجد فيها بغضة وكراهية، لان المحبة كما يقول الكتاب المحبة تحتمل كل شيء. فاذا كان ما بيحتملش وعايز يغضب ويخبط يبقى فيه بغضة وفيه ايه؟ كراهية. وأيضا خطية الغضب ضد اللطف. اللطف ده من ثمار الروح القدس. مش ممكن تقول إنسان غضوب يبقى إنسان لطيف، ده إنسان يا لطيف مش لطيف. ضد اللطف وضد السلام أيضا، لأن في الغضب لا يكون هناك سلام بينه وبين غيره. وضد الوداعة والاتضاع، كما قال القديس دوروثيوس قال الإنسان المتواضع لا يغضب من أحد ولا يغضب أحدا، لا هو يغضب من حد ولا يغضب إيه غيره. لا يغضب من أحد لأنه بيطلب بركة كل أحد، ولا يغضب غيره من أجل دوام المحبة. خطية الغضب ما فيش شك
بيكون جواها خطيتين تانيين، الإدانة وتبرير الذات. لأن واحد بيغضب على واحد ويتنرفز عليه ليه؟ بيدينه وإنه يستحق الضرب، وفي نفس الوقت يبرر ذاته أنا مش غلطان هو اللي غلطان. ما لازم يكون في الغضب كده، أنا مش غلطان وهو اللي غلطان. وطبعا فيها المجد الباطل، لأنه عايز كرامته، عايز حقوقه، عايز ما فيش حاجة تمسه، ما فيش إساءة إلى آخر. وخطية الغضب بيكون فيها عنف، دايما الغضوب عنيف، ما نقصد دايما الغضوب يعني اللي بيتنرفز، لا، خلي الغضب المقدس ده لوحده. اوعى كل واحد يقول انا غضب غضب مقدس، لا، خليها دي على جنب. احيانا تكون خطية الغضب فيها تسرع وظلم، لأن الإنسان اللي طويل البال ومش متسرع ما بيغضبش. ولذلك الرسول يعقوب قال ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن اللي يبطئ غضبه يمكن يتفك شوية من جوه. وجايز يكون خطية الغضب فيها جهل. يعني ايه جهل؟ انسان يجهل نتائج الغضب وما يجره غضبه عليه من مشاكل. يعني جايز يخسر الناس، جايز في غضبه بيقع في اخطاء، جايز غضبه يؤدي ضد أبديته، يعني جاهل. خطية الغضب أيضا خطية مدمرة للشخص نفسه، ومدمرة لمن يغضب عليه، مدمرة للشخص نفسه لأنه بيضيع أعصابه وهو متنرفز وقاعد يغضب، بيضيع أعصابه، بيجيله ضغط دم، بيجيله تعب في الأعصاب. ده في ناس في ساعة الغضب يروح واقع إذا ازداد الغضب خالص. يعني يا ريت ساعة غضبك يكون معاك جهاز ضغط، وتقيس وتقاسي من الغضب ده. خطية مدمرة، وبيدمر غيره بغضبه. وأحيانا يكون خطية الغضب فيها شتيمة وإهانة. أما لما واحد هيغضب على واحد يقول له اعذرني أيها الملاك الطاهر إن أنا نزلت منك، ده هيقول له أنت جنسك ونعمك. فبيكون فيها شتيمة وفيها إهانة، وأحيانا تكون مندمجة بالتهديد أيضا، أنا هعمل وأسوي، زي داود لما هدد نابال الكرملي. يهدد، أمال يعني بيغضب بيعمل إزاي؟ بيهدد. وفي خطية الغضب أيضا جرح لشعور الآخرين. انت تغضب على واحد وتنرفز عليه وتقول له كم كلمة صعبة، وجايز قصاد الناس بتجرح شعوره. فجرح شعور الآخرين موجودة في الغضب، إلى جوار خطايا اللسان أثناء الغضب. يعني الواحد في الغضب ما بيكونش ضابط لسانه أبدا. وإذا كان خطية اللسان جاية من القلب، من فيض القلب يتكلم اللسان، يبقى خطية لسان وخطية قلب.
وإذا ترسب الغضب يتحول إلى غيظ وحقد وكراهية، ويتحول إلى سموم داخل جسم الإنسان وسموم في آذان الناس. ده في واحد من العلماء قال كده، قال إن جسم الإنسان أثناء غضبه يفرز سموما. عشان كده في كليات الطب بيدرسوا حاجة عن علاقة النواحي النفسية بالنواحي الجسدية، العلم اللي يسموه سايكوسوماتيك، يعني النفسان الجسدان. ففي الغضب وهي ناحية نفسية، ايه علاقتها بالناحية الجسدية؟ داخلة فيه. خطية الغضب ايها الابناء والاخوة، خطية ليست عاقرا، انما هي ام الولود، تلد خطايا عديدة كالتي ذكرناها والتي سنذكرها ايضا. خطية الغضب ايضا تدل على عدم احتمال. على ايه؟ عدم احتمال، لان لو الانسان عنده احتمال ما يغضبش. تلاقي الشخص اللي عنده احتمال زي الجبل الراسي، زي الصخر، تعمل معاه زي ما تعمل هو ولا هم. لذلك بولس الرسول في رومية 15:1 بيقول اطلب اليكم ايها الاقوياء ان تحتملوا ضعفات الضعفاء. فاللي بيحتمل هو القوي، والضعيف هو اللي بيهيج وبيصور وبيتنرفز وبيتشل وبيتبد وبيتنطط وحالته حكايه. بيشهد على نفسه الغضوب انه ضعيف، ويشهد على نفسه ايضا انه ضيق الصدر، اللي صدره واسع ما يغضبش بسرعه. الغضب ايضا جايز يتحول الى خصومة، يعني الناس بيغضبوا يتخصموا. والغضب ايضا يوقع غيره في خطايا، مش بس هو بيقع في خطايا، بيوقع غيره في خطايا. وطبعا خطية الغضب والنرفزة فيها تهور واندفاع وتسرع، وبخاصة لو الإنسان يصدر قرارات أثناء حالة الغضب، ده يخرب الدنيا. خطية الغضب إلى جوار أنها خطية روحية، هي خطية أيضا اجتماعية، لأن فيها يفقد الناس علاقتهم ببعضهم البعض. سفر الأمثال يقول الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الجاهل أثقل منهما. أخيرا أقول لكم إن الإنسان الغضوب يفقد صورته الإلهية أثناء غضب. يا ريت واحدة ست من اللي بتحط مراية في شنطتها أثناء غضبها تطلع المراية وتبص لوشها، هتزعل من نفسها. اتفضل.